عربيتك فين؟ انا عربيتي راكنها في اخر الشارع. اركب عربيتي، انا عربيتي اقرب هنا. ماشي، امسك نفسك شويه يا مدحت. اشرب اشرب يا مدحت، اشرب. عاوز اشرب. معلش معلش، يلا عشان تفوق يا بابا بقى. معلش دي مرة قوي. معلش يا مدحت حبيبي، اشرب اشرب عشان تفوق. هي عربيتي فين؟ عربيتي وعربيتك قدام البار، لما تفوق تبقى كويس. جورج هياخدنا يوصلنا لغاية هناك. أنا عايز أروح لسونا. إيه؟ سونا؟ طيب حاضر حاضر. هو إيه اللي فكروا بيها دلوقتي؟ هي لسه عايشة؟ مش عارف، أنا آخر مرة شفتها كنت شفتها؟ إيه يا معلم، هو أنت لسه يا عم الخمر يا عم اتقلب. أنا عايز أروح لسونا. طيب دلوقتي زمان في 7 نوم يا بابا، بكرة نروح لها. أنت معاك جدول موعدها كمان؟ أنا عايز أروح لسونا دلوقتي. بعدين بقى في الليلة دي. بقول لك إيه؟ يلا نوديه. هنوديه فين؟ هنوديه فين يعني؟ هنوديه لسونا. وبعدين؟ ولا قبلين بقى، اللي يحصل يحصل. يلا هتودوني لسونا؟ هنوديك لسونا. امسك نفسك شوية. آخر مرة شفتكم كانت من سنتين، وبعدها اختفيت ولا حتى تليفون. معلش بقى، ما انت عارفة الدش. أوعدك إن احنا هنسأل عليك على طول. وده غير الزيارات. يا بكاشين، مضطرة أصدقكم عشان بحبكم. ميرسي يا سونا، يا صاحبة أحن صدر. كنت متأكد إنها هتقدر ظروفنا. نصابين بس دمكم خفيف. المهم، مين فيكم اللي هيبتدي الأول؟ إيه ده؟ ده شكله بايظ خالص. مش بالشكل يا سونسون، ده أنت هتشوفي ليلة. أوكي، خليه يحصلني على أوضة النوم، تاني أوضة على اليمين. ولا نسيت؟ عايزك تشرفنا. ها؟ يا عم ده مش عارف يمشي، أمال لما يخش جوه هيعمل إيه؟ يمين. مين؟ مش هتقفل أنا تعبان قوي، تعبان. السرعة دي؟ يلا قوم روح. واللي جوه؟ 7 نوم. ما قدرش يستحي، جامدة قوي. يلا عايزة أنام.
ابو النور؟ فينك يا ابني من زمان؟ ميشو ازيك عامل ايه؟ ايه الاخبار؟ تمام الحمد لله. بقول لك ايه؟ انت لسه في البورصه زي ما انت؟ اه. طب بقول لك انا محتاجك ضروري جدا على فكره. طيب كلمني. خلاص اوكي يلا. سلام. مصيبة. خير يا بابا؟ بابا وماما غيروا رأيهم ورافضين أطلع الرحلة. ليه؟ هما كده بميت رأي وكل شوية غيروا رأيهم. اسمع هندهلك ماما تحاول تقنعها. أوكي يا بنت أنا مش مجنونة صحيح. قولي بس للمسيو اللي انتي وبابا رافضين اطلع الرحلة. مين هيوديها ومين هيجيبها؟ السواق اجازته يوم الجمعة وحرام صحي بابا وهو بيرجع متأخر وما اقدرش اسيب اخوها وانسى. وانا مالي؟ يعني ايه يا ايفا؟ انا حلتها يا ماما. ازاي؟ المسيو هيوديني ويجيبني. لا لا يمكن طبعا. اه هوديها. الله يخرب بيتك. حرام نتعب المسيو. هو ما عندوش مانع مش كده يا مسيو؟ اه لا مفيش تعب خالص. احنا ما كناش عايزين نتعبك. لا ولا تعب ده انتوا حتى في طريقي. اظن المساله كده اتحلت. حاضر يا ايفا. تحب حضرتك تشرب ايه؟ ممكن اشرب فنجان قهوه مظبوط. اوكي ميرسي. ميرسي اجدع مسيو في مدارس مصر كلها. اسمعي تستنيني يوم الجمعة في البلكونة أشاور لك تنزلي. مش عايزة أقعد أضرب كلاكسات وأزعج الناس يوم راحتهم. ماشي؟ حاضر. ماشي.